بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، انطلقت النسخة 7 من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف، بيستمر لحد يوم 29 مارس. المهرجان طبعا هو الوحيد في مصر اللي بيقدم أشكال مختلفة من الفنون المعاصرة. بيستمر طبعا المعرض على مدار 3 أسابيع في عدة أماكن بوسط البلد، وهنتعرف أكتر كمان من ضيفتنا إزاي نقدر إن احنا نتواصل معاهم ونعرف العروض فين وأماكن طبعا عرضها وإيه هي العروض المقدمة كمان. السنة دي المهرجان مختلف لأنه بيشتمل طبعا على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية، لأنه كمان بيشارك أكتر كمان فنانين عرب. طبعا في فنانين من جميع أنحاء العالم، بس أكتر كمان مش مركزين على الوطن العربي. فاسمحوا لي أرحب بضيفتي وهي الفنانة أستاذة ريم علام، المديرة التنفيذية لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف. ازيك يا كريم، ايه الأخبار؟ كله جميل، كله كويس الحمد لله. الحمد لله. ريم، عايزاكي نشرح للسادة المشاهدين عامة ان المهرجان والفكرة جت ازاي؟ اوكي، هو المهرجان زي ما انت قلتي هو الوحيد والأكبر مهرجان متعدد الفنون المعاصرة في مصر. بنقدم عروض فنية معاصرة في مجال زي المسرح، الرقص المعاصر، المزيكا، الفنون البصرية والميديا، فنون الميديا الحديثة، وكمان عروض في الشارع. والمهرجان هو بدأ في 2012، فدي 7 سنة ليه، وهو بيحصل في وسط البلد، لان احنا هدفنا ان احنا عايزين نحيي تاني وسط البلد وترجع تاني مركز فني وثقافي زي زمان. ايوه، مركز فني وثقافي. انا فعلا كنت بطلع وبشوف ان الناس كلها اللي عايزه تروح تحضر عروض كانت لازم تروح وسط البلد. بالظبط. فاحنا بنحاول نعمل ده تاني ونستغل اماكن جديده ونفتح اماكن مش مالوفه للمسرح وللعروض وبنستخدمها. وهو بيحصل لمده 3 أسابيع. فاحنا السنه دي عاملين كذا تركيز على كذا برنامج، منهم الاحتفال بالمرأه، لانه المهرجان بدا يوم 8 مارس وده يوم المراه العالمي. بالظبط. فاحنا حسينا ان احنا ممكن نستخدم الفن كوسيله لتمكين المراه، وانه ممكن حاجه زي المزيكا مثلا تكون منصه ان احنا نبين فيها المواهب المراه المختلفه. فعشان كده اخترتوا الفنانه سميره سعيد. انا تابعت يعني هي كفنانه مشهوره بتمثل يعني نجاح كبير في العالم العربي. ومعاها كان في فنانات من انحاء العالم، كان في بان من هولندا، كان في فنانه من فرنسا، وبرده فرقه مصريه مستقلة فنانة هي اللي بتقودها يعني. فإحنا حبينا نبين نماذج مختلفة عشان يبقى يوم يكون ملهم للناس، الستات والبنات الحاضرين. وعملنا زي مبادرة كده وهاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي اسمها انتي قدها. وفكرتها ان احنا بنقول للناس، للستات يعني، ان انتوا قد احلامكم، قد طموحاتكم، قد التحديات، وممكن يعني كلنا نتخطى اي حاجة عندنا يعني نوصل للحلم. بس حققت نجاح كبير جدا الحفلة دي. وانا تابعت كمان الفنانة سميرة سعيد على تويتر، كانت سعيدة عامة باختيارها ان هي تكون من الفنانات اللي بتعبر عن المرأة. بالظبط، هي انبسطت جدا من الحفلة جدا، وهي دعمتنا، لان هي يعني حابه تدعم مهرجان الفنون المعاصرة ومستقل، وحابه ان هي تحتفل بالمرأة. وكمان من يعني الستات اللي كانوا حاضرين في الكونسرت، كان في ستات يعني مثلا ذوي الاعاقه، كان في بنات ايتام. كنا يعني عملنا مبادره ان احنا نجمع ناس كتير من مختلف فئات المجتمع ان هم يحضروا. هايل، ما دي فكره هايله برضو يا ريم، يعني ادماج جميع الفئات المجتمع المصري، مش فئه معينه بس المقتصر عليها الموضوع. هايل. طب احنا معانا البرومو بتاع المهرجان، نشوفه، عشان عايزه اسالك كمان على باقي فعاليات المهرجان غير طبعا حفل الديفا سميره سعيد. موجه لها تحيه كبيره جدا. طب نشوف البرومو ونرجع مره ثانيه. طبعا هو ده مش البرومو بتاع المهرجان، بس دي مبادره الفن للجميع، صح؟ بالظبط. احكي لي عن المبادره دي يا ريم. دي مبادره بدات السنه اللي فاتت، بس السنه دي كبرناها. واحنا هدفنا ان احنا عايزين الفن يكون شامل لكل فئات المجتمع زي ما انا قلت. فاحنا عايزين حتى الجمهور اللي بيحضر ما يبقاش بس جمهور معين اللي هو مثلا عارف عن الحاجات الفعاليات الثقافيه وبيحضر، لا، كل الفئات. فعشان نعمل ده وفرنا لهم تذاكر ببلاش ان هم يحضروا. بالظبط. بس عشان نوصل لهم، ان انت حتى لو عملتي تذكره فور فري مش برده ممكن ما يعرفوش عنك وما يجوش. فاحنا تعاوننا مع جمعيات خيريه بتدعم الفئات دي، مثلا جمعيه بتدعم الايتام، بتدعم اطفال الشوارع، بتدعم ذوي الاعاقه الجسديه او الذهنيه، اللاجئين، وهكذا. بتوفروا لهم تيكتس ببلاش عشان يحضروا، والجمعيات بتعمل لهم بس، فاحنا كمان بنوفر لهم المواصله والتيكت، وبقى بيحضروا العروض دي يعني. واحنا شايفين انه الفن مهم لاي مجتمع، زي الاكل والمسكن وكل الحاجات طبعًا. دي
لانه يعني الدراسات المختلفه اثبتت انه انه بيساعد على الراحه النفسيه للناس طبعا. وعلى السعاده العامه. هو بيجمع الشعوب كمان يعني لو مختلفين سياسيا هيجتمعوا فنيا. اه بالظبط. طب العروض بقى المقدمه يعني احنا دلوقتي قدامنا صور كلميني عن فعاليات المهرجان ومين اللي مشارك كمان السنه دي معاكم يا ريم؟ اوكي احنا جايبين يعني احنا فكره ان احنا بنحتفل بالمراه مش بس اليوم في الصور المعروضه لا كمان من خلال المهرجان اللي هو فيه عروض مسرح عروض رقص عروض شارع في مثلا فنانات من فرنسا فنانه مشهوره في فرنسا ممثله على التلفزيون والمسرح وفي من كندا كان لسه عرض رقص خلصان وفي فرقه من استراليا جايه وفي فرقه من انجلترا فاحنا جايبين فنانات من حول العالم بس كمان احنا المهرجان السنه دي في 5 ايام هيكونوا مركزين عروض من العالم العربي ايوه وده تحت حاجه اسمها الملتقى الدولي للفنون العربيه المعاصره وهدفنا ان احنا عايزين نبين العروض من العالم العربي ونعزم المديري المهرجانات الكبيره في العالم ومديري المسارح عشان يجوا مصر ويتفرجوا على العروض ولو هم يعني عجبهم طبعا العروض بيختاروهم وبيعزموا الفنانين دول عندهم ان هم يروحوا عندهم بالظبط فاحنا بندي للفنان العربي الدعايه اللي هو احنا شايفين ان هو يستحقها طبعا وبالذات ان احنا في ظروف ساعات بتمنعه ان هو يسافر مثلا فنان ما يجيلوش فيزا معينه عشان يروح بلد يعرض فما مش عارف يوري فنه لاكبر احنا بنساعده ان احنا بنجيب الفنانين بنجيب الناس اللي بتبرمج المهرجانات والمديرين يجوا يشوفوا وبندي فرص وده حصل يعني في الاديشنز اللي فاتت ناس فعلا اختاروها وسافروا وقدموا عروض هايله يعني. طبعا الصور دي للفنانه سميره سعيد اللي اتكلمنا عليها في بدايه الفقره يعني وعن مشاركتها طبعا معاكم يوم المراه العالمي هايل. طيب انا عايز اعرف كمان ازاي بتتواصلوا مع الفرق وتعزموهم يا ريم؟ يعني انت قلت لي احنا انا بقول لك انت بتبداوا من امتى؟ قلت لي من بعد ما بنخلص الدوره دي بنبدا في الدوره اللي بعديها على طول. بتاخد وقت طويل جدا ها؟ لان هو مهرجان دولي فاحنا بنتعامل مع فنانين من انحاء العالم فمثلا يعني بنبتدي نشوف بنحضر مهرجانات في كل انحاء العالم طبعا بالذات المهرجانات الكبيره اللي فيها تركيز من العروض وبنشوف ايه العروض المناسبه لمصر وبعد كده نبتدي بقى نتكلم مع الفنانين انت بتحتاجي انك انت تحجزيهم من بدري عشان هم عندهم بروجرام طول السنه يعني وبنتكلم مع السفارات والحاجات الثقافيه اللي بتدعمنا اللي بتدعم الفنانين وبتدعمنا عشان نجيبهم يعني فالبروسيس دي بتاخد شهور طبعا مين شركائكم ومين بيساعدكم يا ريم؟ زي ما انا قلت هما مينلي اللي بيدعمونا هما سفارات في مصر أيوة. ومؤسسات ثقافيه عشان احنا بنجيب يعني لو مثلا جايبين حد من امريكا بس السفاره الامريكيه بتدعمنا حسب احنا جايبين من اي بلد هما دول بيدعمونا يعني هايل هايل طيب وعايز اعرف كمان مين دايما الفئات او يعني فكره ان انتوا بتستهدفوا فئات مختلفه من جميع انحاء مصر بالذات يعني ده من اهدافكم في جميع في كل سنه بتقدموا فيها المهرجان ولا السنه دي بس السنه دي المراه ده الحاجه اللي كانت جديده بس احنا كل سنه بداناها من 4 سنين برنامج اسمه الفن ومتحدي الاعاقه وفكرتنا ان احنا بنعرض عروض زي مثلا عرض في الشارع بيكون فيه راقصين وراقصات وراقصين عندهم اعاقه يعني سواء مثلا حد على كرسي بعجل حد عنده اعاقه ذهنيه وبيقدموا عروض بروفيشنال ومبهره فاحنا برضو فكرتنا ان احنا عايزين نمكن الناس ان هم يقدروا يوصلوا يعني يشتركوا في المجتمع وكمان الناس اللي يعني عشان العروض دي بتبقى في الشارع فبيبقى مثلا ناس معديه ما تعرفش عن المهرجان بتقف تتفرج فبيبتدوا يفكروا لانه في مصر ساعات بيبقى ناس ممكن تستبعد ذوي الاعاقه وتقول لا هم خليهم في البيت هم ما يقدروش هم كذا مش بيحصل دمج في المجتمع بالظبط فاحنا من خلال العروض دي بتبقى قدام الناس كلها وفور فري يعني اي حد بيشوفها بنحاول نغير من فكر معين يعني ذوي الاعاقه كمان بيكون عندهم مواهب كتيره جدا بتحاولوا في منهم بيتقدموا لكم وبيعرضوا فنهم وانتوا بتحاولوا توصلوا فنهم كمان للناس بالظبط واو طيب انا كمان عايز اعرف كنا بنتكلم عن انت بتسافري كتير قوي طبعا علشان شغلك وكنا بنتكلم على قد ايه ان سياحه المهرجانات مهمه جدا عن اهميه سياحه المهرجانات وبالذات مهرجان دولي زي مهرجان الفن المعاصر ازاي ده ممكن فعلا يساعد على انتعاش السياحه في مصر بما ان الحاجات دي بيبقى ليها صدى كبير جدا بره لانها بره بيقام عليها سياحه كامله يعني طبعا يعني مثلا في بلد زي اسكتلندا مثلا في مهرجان بيحصل في اغسطس في ادنبرا يعني اكبر مهرجان في العالم فالبلد اقتصادها كله بيبقى قايم على الشهر ده لانه بيحصل سياحه رهيبه ناس كتير بتيجي من كل انحاء العالم بتيجي عشان يحضروا العروض مسرح ورقص ومزيكا وفي نفس الوقت بيستمتعوا بالبلد طبعا فطبعا بيبقى في دخل بقى للفنادق المطاعم للدوله لكله
فبيبان بقى اهميه الفن يعني طبعا. فاحنا في مصر عشان احنا عندنا طبعا يعني اثار وحاجات جميله الناس تيجي تشوفها بس برضو لو كمان عملنا دمج مع فكره الثقافه وفكره الفنون فالسائح لما يجي يشوف اثار بس كمان يحضر مسرح يحضر فن يعرف عن الثقافه العربيه وهكذا. فطبعا دي حاجه نفسنا يعني انه طبعا. طب ردود الفعل كمان يا ريم يعني ردود فعل الناس هل متشوقه فعلا ان هي متاكده اكيد الناس متشوقه تشوف فن وثقافه وفنون من جميع انحاء العالم بنتعرض ليها طبعا وثقافات مختلفه بس انت شايفه فنوننا احنا يعني طمنينا على فنوننا احنا كويسين احنا تمام لا كويسين اوكي. ففكره ردود فعل الناس وبالذات عندنا مواهب فعلا يستحق القاء الضوء عليها فعلا لما بتطلع بره بتحقق نجاح كبير بالذات يعني يعني مثلا المهرجان اللي حكيت لك عنه اللي هو في ادنبرا احنا السنه اللي فاتت رحنا وعملنا المنطقه العربي ده للفنون المعاصره هناك فرحنا خدنا مسرح هناك في اسكتلندا ويعني لقينا اعجاب شديد من الناس ودول من انحاء العالم يعني كانوا بيحضروا وترشحنا يعني عرضنا ترشحت لجوائز والجمهور يعني كله اتكلم عن قد ايه ما حتى الناس ما كانتش عارفه قوي عن الفنون العربيه وان احنا عندنا فن معاصر وان احنا بنقدم نماذج مختلفه ومشرفه يعني فاحنا يعني انبسطنا جدا وحسينا ان احنا يعني كنا عايزين نقدم وجه مختلف للعالم العربي لانه ساعات بيسمعوا في الميديا حاجات بتبقى سلبيه طبعا فاحنا بينا لهم وجه تاني وبينا لهم الفنون اللي عندنا وموهبتنا صحيح حلو جدا. طب قولي يا ريم الناس توصل لكم ازاي عشان كمان تشوف عروضكم وتشوف العروض المقدمه كمان في المهرجان فالناس تقدر توصل لكم ازاي؟ احسن طريقه الفيسبوك اسمنا دي كاف داون تاون كونتمبري ارتس فيستيفال وكمان الويب سايت بتاعنا www.t-caf.org اوكي فده هيبقى البرنامج كله موجود وطبعا احنا كمان بنطبع بروشورات بنوزعها في المراكز الثقافيه والمسارح والحاجات الفنيه موجود ايوه اوكي. لا بروشور حلو قوي كمان يعني في كل العروض بتاعتكم يعني اوكي بيبين التنوع لان احنا في كل المجالات الفن اوكي. طبعا ريم انا كنت مبسوطه قوي ان انا معاكي النهارده وان انا اتعرفت عليكي كمان. نموذج مشرف لست مصريه جميله جدا وبتحب بلدها ومثقفه وفنانه يعني ريم علامه المديره التنفيذيه لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصره دي كاف. ريم بشكرك جدا وفعلا الواحد بيبقى مطمن على مصر لما في نماذج زيك ونماذج مهتمه كمان بالثقافه ومهتميه جدا بنظره المجتمع الغربي لينا من خلال الفنون يعني كفايه سياسه بقى. ميرسي ليكي جدا. شكرا. فاصل سريع ونكمل معاكم باقي فقراتنا بس هتكون مع فايده.